بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بمناسبة حلول عيد أضحى المبارك أهنئكم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم. بهذه المناسبة الكريمة ومن على موقع فرانس 24 إذن سنرى هذا المقال القصير اون ايماج بالصور اون بلان بانديمي دو كوفيد 19 بلان طبعا مليء نقول عن شيء بأنه بلان أو بلان في حالة المذكر يعني أنه ممتلئ. هنا أون بلان كما نقول في الممتلئ. أون بلان بانديمي دو كوفيد 19 في عمق وباء كوفيد 19. إذن في هاد الوسط لا فات دو ليد الأضحى. إذن نتكلم عن مناسبة احتفال بعيد الأضحى سيليبري دون لو موند. لا فات دو ليد الأضحى كما نقول احتفال بعيد الأضحى. لا فات تعني العيد أو الاحتفال كما نراك أن هذه الكلمة مكررة هنا. على كل حال لا فات دو ليد الأضحى كما نقول عيد الأضحى ببساطة سيليبري يعني أنه يحتفل. نتكلم على لو فيرب سيليبري يعني أنك تحتفل بشيء. تحتفل مثلا بعيد هنا نتحدث عن الأضحى أنه يحتفل به سيليبري دون لو موند محتفل دون لو موند يعني في العالم محتفل في العالم المقصود أنه يحتفل به في العالم اون ايماج في صور اون بلان بانديمي دو كوفيد 19 لا فيت دو ليد الأضحى سيليبري دون لو موند لا فيت دو ليد الأضحى سيليبري دون لو موند في صور وفي خضم وفي وسط وباء كوفيد 19 لا فيت ليد الأضحى. إذا نتكلم عن عيد الأضحى سيليبري دون لو موند أنه محتفل في كل العالم مقصود أنه يحتفل به في كل العالم أو كاتر كوا دو لا بلانيت في الزوايا الأربعة دو لا بلانيت يعني للكون دي مليون دو ميزيلمون. إذا نتكلم عن ملايين المسلمين سيليبري إذا نتكلم عنهم أنهم يحتفلون هنا. إذا نتكلم عن لو فيرب سيليبري سيليبري فوندرودي لا بروميير بارتي دو ليد الأضحى إذا هم يحتفلون يوم الجمعة بالجزء الأول المقصود كما نقول باليوم الأول دو ليد الأضحى بعيد الأضحى اون بلان بانديمي دو كوفيد 19 في وسط وباء كوفيد 19 دي فوندرودي اي جوسكا 3 أوت منذ الجمعة وحتى الثالث من شهر 8 إذا نتكلم عن شهر أغشت لي ميزيلمون دي موند أونتيي مسلمي العالم أجمع فات لو فيرب فات المقصود به يحتفلوا كما لو نتكلم عن لو فيرب سيليبري فات ليد الأضحى يحتفلون بعيد الأضحى أو لا فات دو ساكريفيس. إذا طبعا هنا الكلمة مترجمة إذا نتكلم عن ساكريفيس كما نقول التضحية ومنها لو فيرب ساكريفيي لو فيرب ساكريفيي المقصود به أنك تضحي بشيء اون بلان بانديمي دو كوفيد 19 يعني في وسط وباء كوفيد 19 اون عربي سعوديت لي بيلغان اون تونتامي فوندرودي لو ريتويل دو لابيداسيون دو ساتون اون عربي سعوديت. إذن في العربية السعودية لي بيلغان يعني الحجاج إذا نتكلم عن لو بيلغيناج يعني الحج إذا لي بيلغان الحجاج اون تونتامي يعني أنهم بدأوا عندنا لو فيرب اون تامي هنا عندنا في الباسي كومبوزي كما تنشوفوا أنه مصرف مع لوكسيليغ أفواغ لي بيلغان اون تونتامي يعني أن الحجاج بدأوا فوندرودي يوم الجمعة لو ريتويل نتكلم عن طقس من الطقوس إذا نتكلم عن لو ريتويل كما نتكلم عن الطقوس بمعنى آخر دو لابيداسيون دو ساتون نتكلم عن طقوس رجم الشيطان لابيداسيون المقصود بها رجم ومن لو فيرب لابيدي لي بيلغان اون تونتامي فوندرودي لو ريتويل دو لابيداسيون دو ساتون إذا يوم الجمعة الحجاج بدأوا طقوس رجم الشيطان إذا لا دي ديغني واحدة من الأخيرة المقصود هنا أن واحدة من
الشعائر الأخيرة كما نقول. إذا نتكلم عن لوغيتويال كما ذكرنا، هنا نتكلم عن هاد لوغيتويال هو لاه دي ديرني غيتويال، يعني هو واحد من الطقوس الأخيرة التي يمارسها الحاج في آخر حجه كما نقول. إذا لا دي ديرني دي غران بيغيناج، للحج الكبير. كمال نتكلم هنا عن واحدة من آخر الشعائر للحج الكبير. كي اتي دراستيكمون، طبعا كلمة دراستيك هذه ادجكتيف تعني مفرط، تعني مفرط. طبعا دراستيكمون المقصود بها كما ذكرنا فيما سبق هذا ادفيرب، طبعا اذا المقصود بها بشكل مفرط. كي اتي دراستيكمون غيدوي، والذي كان بشكل مفرط غيدوي انه ناقص. هاد الشعائر انه تم خفضها بشكل مفرط ست اني هذه السنه pour éviter لتجنب toute propagation du coronavirus اي انتشار لفيروس كورونا. اذا نتكلم على propagation يعني انتشار، الفعل الموافق لهذا المصدر هو le verbe propager ou bien se propager. اذا نتكلم على le verbe propager يعني انك تنشر شيئا، se propager يعني انه ينتشر. إذن pour éviter toute propagation du coronavirus، من أجل تجنب كل انتشار لفيروس كورونا. sous une chaleur torride، إذن تحت حرارة حارقة، torride المقصود بها حارقة جدا. إذن sous une chaleur torride، إذن تحت حرارة حارقة، les pèlerins sont arrivés à Mina، إذن الحجاج وصلوا إلى مينا. اتخواتمون كما نقول بشكل ضيق، انكادغي يعني انهم مؤطرون. اذا هاد الحجاج انهم مؤطرون بشكل ضيق كما نقول بشكل لصيق، يعني الاشخاص الذين يؤطرونهم يوجدون بالقرب منهم بشكل ضيق. لي بيلغان سون تاريفي امينا، الحجاج وصلوا الى مينا. اتخواتمون انكادغي يعني انهم بشكل ضيق او لاصيق، انكادري مؤطرون. اذا نتكلم على لو فيرب انكادري يعني فعل اطر، انكادري بار دي غيد يعني انهم مؤطرون من طرف مرشدين. اي دي بوليسي ومؤطرون ايضا من طرف رجال الامن. اي دي بوليسي ورجال الامن كي فايي، اذا نتكلم على لو فيرب فايي، فايي المقصود به سهره. كي فايي الذين كانوا يسهرون، كيفاي الذين كانوا يسهرون، كيفاي او ريسبي دي ريغل دو ديستانسياسيون فيزيك، الذين كانوا يسهرون على احترام قوانين البعد الجسمي. لا ديستانس يعني المسافه، اذا لا ديستانسياسيون، اذا كما نتكلم عن البعد، كما نتكلم عن التباعد المتعارف عليه. إذن الذي هم هنا أن الحجاج وصلوا إلى ميناء وهم محاطون بمن يؤطرهم، طبعا من المرشدين ومن رجال الشرطة، والذين كانوا يسهرون على احترام قوانين التباعد الجسمي. ستاني هذه السنة لزوتوريتي يعني السلطات، أن فورني يعني أنهم موالوا، نتكلم عن لوفا فورنيغ، لو فيرب فورنير يعني انك تمون، ان فورنير المقصود انهم قدموا بمعنى اخر، دي كيو المقصود به الحصى. اذا السلطات هنا قدمت حصى ستيريليزي يعني انه معقم. لي زوتوريتي اون فورني دي كيو ستيريليزي او بيلغان، السلطات وفرت حصى معقم للحجاج. دون لو باسيف الماضي il était ramassé à même la terre. dans le passé يعني في الماضي il était ramassé يعني انهم جمعوا، نتكلم على الحصى ان جمعت à même la terre من نفس الارض. اذا نتكلم عن هذه الحصى او هذه الحصوات انها جمعت من نفس الارض ثم تم تعقيمها. اذا كما نرى على الصوره الاولى des musulmans jettent symboliquement des pierres sur un mur de lapidation. Dernier rite du Hajj annuel.
et le premier jour de l'Eid al-Adha, tout en conservant les distances physiques pour se protéger contre le coronavirus, Amina prit de la ville sainte de la Mecque en Arabie Saoudite, vendredi 31 juillet 2020. Des musulmans jettent symboliquement des pierres sur un mur de lapidation et de نتكلم عن المسلمات أنها ترمي. نتكلم عن الverbe jeter. Le verbe jeter, المقصود برمى. Des musulmans jettent symboliquement des pierres sur un mur de lapidation et de نتكلم عن المسلمات ترمي symboliquement بشكل رمزي. Des pierres sur un mur de lapidation. أنها ترمي بشكل رمزي حجرات المقصود حصيات sur un mur de lapidation. أن ترمي حجرات المقصود حصيات على حائط sur un mur على حائط de lapidation على حائط الرجم. إذن طبعا بدل ما كان يوجد حائط ترمى عليه حصيات في إشارة إلى رجم الشيطان. dernier rite آخر طقس كما نقول من الطقوس. طبعا هنا نتحدث عن رمي الجمرات. إذن هم ترجموا طبعا برمي الحجرات. des musulmans jettent symboliquement des pierres sur un mur de lapidation. إذن نتكلم عن المسلمات أنها ترمي بشكل رمزي جمرات حصيات sur un mur على حائط de lapidation للرجم. dernier rite آخر ممارسة أو آخر طقس من الطقوس التي تمارس في الحج. dernier rite du حج. إذا نتكلم عن آخر ممارسة إن شئنا في الحج annuel في الحج السنوي. إذا نتكلم عن الحج الذي يقام كل سنة. إذا نتكلم عن الحج الذي يقام كل سنة. إذا نقول عنه حج annuel. et le premier jour واليوم الأول. et le premier jour de l'Eid al-Adha واليوم الأول لعيد الأضحى. tout en conservant les distances physiques. كما نقول كلا محتفظا بالمسافة الجسمية. المقصود هنا كل هذا بالحفاظ على المسافة الجسمية. إذا نتكلم عن كل هذه الشعائر أنها تقام to en conservant les distances physiques. إذا نتكلم عن القيام بهذا الأمر بالمحافظة على المسافات الجسمية أو البينية. إذا كما قلنا مسلمات ترمي بشكل رمزي حصيات على حائط الرجم. آخر ممارسة في الحج السنوي إلى آخره. تو أن كونسيرفون لي ديستونس فيزيك. كل هذا بالحفاظ على المسافة الجسمية المقصود البينية. كل هذا وهن يحافظن على المسافات البينية. pour se protéger contre le coronavirus. من أجل حماية أنفسهن ضد فيروس كورونا. إذا نتكلم هنا عن لو فيرب سو بروتيجي. إذا نتكلم عن حمى نفسه ولا نتكلم عن لو فيرب بروتيجي يعني أنك تحمي شخص آخر. تو أون كونسيرفون لي ديستونس فيزيك بور سو بروتيجي كونتر لو كورونا فيروس. إذا كل هذا وهن يحافظن على المسافة البينية هنا عندنا الجسمية بور سو بروتيجي من أجل الاحتماء بمعنى آخر. كونتر لو كورونا فيروس ضد فيروس كورونا. أمينة. إذا هذا حدث بمينا بخي دو لا فيل سانت قرب المدينة المقدسة إن شئنا بالمدينة المقدسة دو لا ميك لمكة أون عربي سعوديت بالعربية السعودية فوندغودي 31 جويي. إذا نتكلم عن يوم الجمعة 31 يوليوز 2020. في الصورة الموالية لي فيدال ميزولمون entame vendredi le rituel de lapidation de Satan, l'un des derniers du grand pèlerinage en Arabie Saoudite qui a été drastiquement réduit cette année pour éviter toute propagation du nouveau coronavirus. Des hommes masqués s'apprêtent donc à observer ce rite dans la plus grande prudence. Amina près de la ville sainte de la Mecque en Arabie Saoudite vendredi 31 juillet 2020. Et dans les fidèles musulmans, kalimat fidèle ta'ni wafi. نتكلم عن شخص وافي. إذا لي فيدال ميزولمون. إذا نتكلم عن المؤمنون المسلمون. اون تام فوندغودي لو ريتويال دو لابيداسيون دو ساتون. إذا نتكلم عن المؤمنون المسلمون.
إذن كما نقول أوفياء المسلمون. On tint vendredi le rituel de lapidation de Satan. إذن المسلمون المؤمنون on tint يعني أنهم يبدأون نتكلم على الverb on tint vendredi le rituel de lapidation. إذن هم يبدأون طقس أو طقوس de lapidation de Satan. طقوس رجم الشيطان. L'un des derniers du grand pèlerinage en Arabie Saoudite. إذن كما شرحنا إذا نتكلم عن واحد لا المقصود هنا لا دي ريتويل. إذن واحد من هاد الطقوس. إذا نتكلم عن هذا الرجم هو واحد ضمن مجموعة ممارسات أخرى تأتي في الحج. إذن لا دي ديرني دو غون بيلغيناج. إذن هو واحد من الآخرين المقصود هو واحد من الطقوس الأخيرة دي غون بيلغيناج للحج الأكبر en Arabie Saoudite بالعربية السعودية كي ايتي دراستيكمون ريدوي إذن كما شرحنا والذي تم خفضه بشكل مفرط كما نقول والذي خفض بشكل مفرط كي ايتي دراستيكمون بشكل مفرط ريدوي خفض ست اني هذه السنة pour éviter toute propagation du nouveau coronavirus من أجل تجنب كل انتشار لفيروس كورونا الجديد. إذن ديزون ماسكي نتكلم عن رجال مقنعون أو أشخاص مقنعون بمعنى آخر المقصود أنهم يرتادون أقنعة سابخيت يعني أنهم يتهيئون لو فيرب سابخيتي يعني أنك تتهيأ ديزون سابخيت إذن نتكلم عن أشخاص يتهيئون des hommes masqués s'apprêtent donc à observer ce rite dans la plus grande prudence. إذا نتكلم عن أشخاص مقنعون يرتدون أقنعة des hommes masqués c'est-à-dire des hommes qui mettent des masques. إذا نتكلم عن أشخاص يضعون أقنعة s'apprêtent donc أشخاص يرتدون أقنعة أنهم يتهيئون إذن يتهيئون ليشهدوا هذه الأعمال des hommes masqués s'apprêtent donc à observer ce rite dans la plus grande prudence. يتهيئون ليشهدوا هذه الأعمال في حدر كبير أمينة بمينة près de la ville sainte de la Mecque قرب المدينة المقدسة de la Mecque لمكة en Arabie Saoudite بالعربية السعودية vendredi juillet 30/2020 إذا نتكلم عن 31 يوليوز 2020. في الصورة الموالية كما تعرض هذه الصحيفة الفرنسية alors que les mosquées sont limitées à des personnes en raison des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus des fidèles musulmans récitent les prières de l'Aïd al-Adha dans un parc de la ville juive arabe mixte de Jaffa près de Tel Aviv, Israël vendredi 31 juillet 2020. Des fidèles musulmans récitent les prières de l'Aïd al-Adha dans un parc de la ville juive arabe mixte de Jaffa, près de Tel Aviv, Israël, vendredi 31 juillet 2020. Alors que les mosquées, في حين أن المساجد, sont limitées à 10 personnes en raison des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus. Alors que les mosquées, في حين أن المساجد, sont limitées à la محدودة. Alors que les mosquées sont limitées à des personnes en raison des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus. في حين أن المساجد محدودة في عشرة أشخاص en raison des mesures بسبب كما نقول القياسات طبعا نتكلم عن الverbe mesurer يعني أنك تقيس مسافة الverbe mesurer يعني أنك تقيس مسافة إذن عندما نتكلم عن les mesures المقصود به كما نتكلم عن القياسات هنا طبعا المقصود به الإجراءات هذه الإجراءات التي تتخذ وكأنها قياسات من أجل غرض ما طبعا الإجراءات التي تتخذها السلطات هي عبارة عن قياسات إجرائية إن صح التعبير إذن عندنا هنا en raison des mesures prises بسبب الإجراءات المتخذة نتكلم عن le verbe prendre إذن هذه les mesures نصفها بأنها بريز يعني أنها مأخودة إذن أحيانا نتكلم عن بريز يعني المأخذ نتكلم عن مأخذ التيار الكهربائي المقصود أننا نأخذ منه التيار الكهربائي إذن يسمى أيضا
بريز، إذا نتكلم عن كلمة بريز كاسم، هنا طبعا نتكلم عن فعل مبني للمجهول. إذا بريز المقصود به مأخوذة. إذا اون غيزون دي ميزور بريز، إذا كما نقول بسبب الإجراءات المتخذة pour limiter، من أجل الحد la propagation du coronavirus، من أجل حد انتشار فيروس كورونا. دي فيدال مسلمون، إذا كما نقول هنا أوفياء مسلمون، المقصود المؤمنون المسلمون. ريسيت لي بريير، ريسيت يعني أنهم يقرؤون لي بريير الصلوات دو ليل الأضحى، لعيد الأضحى. دون زان بارك يعني في حديقة، دون زان بارك دو لا فيل جويف أراب ميكس، إذا نتكلم عن حديقة لمدينة يهودية عربية مختلطة. إذا نتكلم عن حديقة لمدينة يهودية عربية مختلطة دو جافا، إذا نتكلم عن يافا بفلسطين المحتلة. إذا نتكلم عن يافا بفلسطين المحتلة. دي فيديل مسلمون يسيت لبخيار دو لعيد الأضحى، إذا نتكلم عن أوفياء مسلمون أنهم يقرؤون صلوات عيد الأضحى. دون زان بارك دو لا فيل جويف أراب ميكس، إذا في حديقة لمدينة يهودية عربية مختلطة يعني فيها يهود وعرب. دو جافا لبلدة يافا بفلسطين المحتلة. دو جافا ليافا خيدو تل أبيب، قرب تل أبيب، تل أبيب وتعني تل الربيع. طبعا هذا اسم مستحدث من الكيان الصهيوني لمنطقة يافا الفلسطينية، طبعا حتى يمحو معالم هذه المدينة وحتى تبدو المنطقة باسم جديد تحفظه الأجيال وتنسى الاسم الحقيقي. إذا نتكلم عن هذه المنطقة الفلسطينية التي أطلق عليها اسم تل أبيب المقصود به تل الربيع، فالحقيقة نتكلم عن منطقة يافا الفلسطينية. فيما يخص الواقع الحالي لهذه المنطقة، إذا تل أبيب تعتبر المدينة الثانية من حيث السكان لإسرائيل. نعود للمقال أو للتعليق على الصورة. دي فيدال مسلمون غيسيت لي بريير دو ليل الأضحى دون زان بارك دو فيل جويف أراب ميكست دو جافا. إذا نتكلم عن مسلمون أنهم يقرؤون صلوات عيد الأضحى في حديقة لمدينة يهودية عربية مختلطة لبلدة يافا خيدو تل أبيب قرب تل أبيب إسرائيل. هناك من يتكلم الموقع عن دولة إسرائيل. الموقع هنا كما نلاحظ يسوق لهد المدينة الموجودة بإسرائيل وكأنه يتواجد بها تسامح ديني، يعني أن هناك اليهود والمسلمون يؤدون طقوسهم بالتساوي، وهذا غير حقيقي. أولا المدينة محتلة، ثانيا وبداخل هذا الكيان الغاصب يوجد تمييز عنصري ضد المسلمين وحتى بين اليهود أنفسهم. فالحقيقة الأمر غير هذا. أولا نحن نتحدث عن منطقة محتلة ونتكلم عن دولة ليست بدولة، بل نتكلم عن احتلال في الحقيقة، والمسلمون هنا في الدرجة الأخيرة. يجب الإشارة هنا إلى أن هناك يهود أصليون بهذه المنطقة يكرهون الاحتلال الإسرائيلي ولا يدعمونه. التنديد هنا بالاحتلال وليس بالسكان الأصليين مهما كان انتماؤهم أو توجههم. في الصورة الموالية دي فيدال بورتون دي ماسك اون شين لي بريير دو ليل الأضحى، إذا نتكلم عن أوفياء بورتون يعني حاملين دي ماسك اون شين لي بريير دو ليل الأضحى، حاملين أقنعة اون شين، إذا نتكلم عن الفيرب اون شيني يعني سلسلة. المقصود بأن الصلوات تؤدى متتابعة كما لو أنها سلسلة أو أنها تقام في صفوف أو أنها تقام في صفوف. إذا نتكلم هنا عن الصلوات أنها تقام بشكل متسلسل ومتتابع كما لو أن هناك سلسلة، أو أننا نتحدث بمعنى آخر عن الصلاة أنها تقام في صفوف. إذا دي فيدال بورتون دي ماسك اون شين لي بريير دو ليل الأضحى، إذا نتكلم عن أوفياء بورتون دي ماسك حاملين للأقنعة اون شين لي بريير، يعني أنهم يسلسلون كما لو نقول، المقصود أنهم يؤدون الصلوات في تتابع. توتو مانتونو ان ديستانس يعني كل هذا وهم محافظين على ان ديستانس فيزيك على بعد جسمي على مسافة جسدية، محافظين على مسافة جسدية. توتو مانتونو
une distance physique. كل هذا بالحفاظ على المسافة الجسدية. على موسكي غازي هوستريفبيغ. بمسجد غازي هوستريفبيغ. تسريفو. بمدينة سريفو. أون بوسني بالبوسنة. فوندغودي 31 جويي 2020. إذا يوم الجمعة 31 يوليوز 2020. في الصورة المالية لي ديستونس فيزيك سون توسي ريسبكتي با دي زيكليسياستيك. المسافات الجسدية هي أيضا احترمت أو محترمة باغ دي زيكليسياستيك، أنها أيضا محترمة من رجال الدين. طبعا كلمة إكليسياستيك من حيث الأصل ممكن أن تكون أدجكتيف المقصود بها كنسي، المقصود بها كنسي، وممكن أن كلمة إكليسياستيك تعني رجل دين. إكليسياستيك ممكن أن تعني كنسي في حالة أن تكون نعتا، وممكن أن تدل على الاسم المقصود بكاهن قسيس أو رجل دين. كما نلاحظ بأن الكلمة لها علاقة بالمسيحية واستعملت هنا للدلالة على رجال الدين. طبعا في الإسلام ليس هناك رجال دين بل هناك فقهاء. على كل حال الذي يهمنا هنا أن المسافات البينية أنها احترمت في المساجد، وسهر على هذا الأشخاص مكلفون بالمساجد. في حالتنا هذه حدث هذا dans la grande mosquée de Moscou en Russie le 31 juillet 2020. حدث هذا بالمسجد الكبير بمدينة موسكو بروسيا le 31 juillet 2020 يوم 31 يوليوز 2020. ثم في الصورة المالية فوتو أغيان، إذا نتكلم عن صورة جوية دوميزيلمون أندونيزيان لمسلمين أندونيسيين بخيون يعني مصلين. بخيون هذا الفير بخيي يعني صلى، ومن لا بخيار يعني الصلاة. بخيون مصلين كما نقول وهم يصلون على غروند موسكي دي الأزهر في المسجد الكبير للأزهر أجاكارتا أندونيزي بمدينة جاكرتا بأندونيسيا. تو أن ريسبكتون لور ديستانس، كل هذا محترمين مسافاتهم. المقصود كل هذا وهم محترمين للمسافات البينية. لو 31 جوي 2020 يوم 31 يوليوز 2020. ثم عندنا في الصورة الموالية اوتر في اغيان، كما نقول رؤية أخرى جوية. المقصود صورة أخرى جوية دي ميزيلمون تايلاندي لمسلمين تايلانديين من تايلاند. المقصود دي ميزيلمون تايلاندي بخيون بور عيد الأضحى، مصلين بعيد الأضحى. أو سونتر إسلاميك تايلاندي، أو سونتر إسلاميك تايلاندي بالمركز الإسلامي التايلاندي. أبانكوك، أبانكوك بالعاصمة بانكوك أون تايلاند بالتايلاند لو 31 جويي 2020. ثم في الصورة الموالية دي فيديل ميزيلمون أشير دي شيفر أن مارشي أو بيتاي لور دي سيليبراسيون ماركون لا فيت ميزيلمان دو عيد الأضحى en plein pandémie de coronavirus à Nairobi, au Kenya, le 31 juillet 2020. La fête musulmane de l'Aïd al-Adha, en plein pandémie de coronavirus à Nairobi, au Kenya, le 31 juillet 2020. Et d'un atakalam an des fidèles musulmans, et d'un atakalam an awfiya muslimoun, maqsoud, mu'minoun muslimoun, achètent des chèvres. Yani anoum yachterouna ma'izan à un marché au bétail. Men souqin lilmashiya. À un marché au bétail, من سوق للماشية. Lors des célébrations marquant la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. إذا نتكلم هنا عن أوفياء مسلمون يشترون ماعزا من سوق للماشية. Lors des célébrations أثناء الاحتفالات. Lors des célébrations. إذا نتكلم عن le verbe célébrer يعني فعل احتفال. إذا les célébrations مقصود بها احتفالات. Lors des célébrations أثناء الاحتفالات. Lors des célébrations marquant la fête musulmane de l'Aïd al-Adha marquant marquant. طبعا le verbe marquer المقصود به انك تطبع او انك تعلم. اذا هنا نتكلم عن هاد لي سيليبراسيون بانها marquant، انها تؤشر او انها تطبع ماذا؟ la fête musulmane de l'Aïd al-Adha marquant. كما نقول الطابعه المقصود التي تطبع. la fête musulmane de l'Aïd al-Adha التي تطبع الاحتفال الإسلامي لعيد الأضحى en plein pandémie de coronavirus à Nairobi، في خضم أو وسط وباء فيروس كورونا بنيروبي.
أو كينيا بكينيا لو 31 جويي 2020. ثم تعليقا على الصورة الأخيرة، كما نلاحظ دي ميزيلمون أباد دي موتون لو برومي جور دو ليل أضحى أ كابول أون أفغانستان فوندرودي 31 جويي 2020 بوندون ليل أضحى أو فات دو ساكريفيس. Il est de coutume que les musulmans abattent des moutons ou du bétail des hommes abattent. On parle du verbe abattre. Des hommes abattent des moutons le premier jour. Et on parle du rijal yusqitouna al-khirfan. طبعاً abattre le maqsoud biha faire tomber. يعني انك تعمل على اسقاط او بيا او تيلي فورس دو. Le verbe abattre le maqsoud bih asqata. نقول مثلا abattre les arbres au bord des routes. Abattre les arbres au bord des routes. إذا نتكلم عن إسقاط الأشجار على جنبات الطرق. إسقاط الأشجار وتقطيعها على جنبات الطرق. إذا نتكلم عن abattre les arbres au bord des routes. Au bord des routes. Le verbe abattre المقصود به faire tomber. يعني أنك تعمل على إسقاط. أو ممكن أنه يعني rendre faible. يعني أنك تجعل شيئا أو شخصا ضعيفا. أو بيان أو تيلي فورس دو، يعني أنك تسحب قوة كذا. إذا عندما نتكلم عن أباتخ كيلكا ممكن أن تعني أو تيلي فورس دو كيلكا، المقصود بأنك تسحب أو تسيطر على قوة شخص ما. إذا أو تيلي فورس دو كيلكا كما لو أنك تنزع هذه القوة. نقول مثلا سات فيفر لا أباتو، سات فيفر لا أباتو. Cette fièvre l'a abattu, هذه الحمى أنهكته وأسقطته. إذن هنا عندنا des hommes abattent des moutons، كما نقول رجال يسقطون خرفانا، يسقطون أغناما. Le premier jour de l'Eid al-Adha، اليوم الأول في عيد الأضحى. هنا abattre المقصود بها الذبح. إذن كما نقول أشخاصا يذبحون أغناما في أول يوم لعيد الأضحى. أكابول في كابول، طبعا مدينة أفغانية أون أفغانستان بأفغانستان. فوندرودي 31 جويي 2020 بوندون ليل الأضحى، أثناء عيد الأضحى أو فات دو ساكريفيس. طبعا عيد الأضحى بمعنى آخر إلي دو كوتيم، إلي دو كوتيم هو من العادة. كو لي ميزيلمون أبات دي موطون، هو من العادة بأن المسلمون أبات دي موطون، أنهم يذبحون خرفانا او دي بيطاي او من الماشيه. اي ديستريبي دي بورسيون دو فيوند اي ديستريبي، نتكلم على لو فيرب ديستريبي هذا فعل وزع. المسلمون طبعا هنا يذبحون خرافا او دي بيطاي او من الماشيه. اي ديستريبي ثم انهم يوزعون دي بورسيون، يوزعون حصصا. اي ديستريبي دي بورسيون دو فيوند او بوفر، ويوزعون حصصا من اللحم للفقراء. للفقراء المقصود على الفقراء. يديستريبي دي بورسيون دو فيوند او بوفر، ويوزعون حصصا من اللحم على الفقراء. طبعا هي ليست عادة ولكنها سنة تعود للدين الإسلامي. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.